أبناء قرى الجولان يعقدون اجتماعاً طارئاً في مسعدة على خلفية إخطار شركة إنرجيكس الإسرائيلية المزارعين الموقعين على مشروع توربينات الهواء بتسليم أراضيهم للشروع بعملية التنفيذ بناءً على عقود كانت قد وقعت مع المزارعين أصحاب الأراضي. وعلى الرغم من المعارضة الشعبية للمشروع إلا أن الشركة لا تزال مصرة على الاستمرار فيه. نحن مجتمعين اليوم عشان ضد مشروع المراوح اللي بقت قيمه الشركات الإسرائيلية في أرض الجولان. نحن الشركة نحن مش موافقين أكأهل جولان على مشروع المراوح، لأنه بدهم قام على أراضينا ويسحقها كليتها. أرضنا مليئة بالتفاح والكرز تعبنا فيها مئات السنين. الاجتماع الذي لا يعتبر الأول من نوعه أكد أن أبناء الجولان قد استنفذوا كافة السبل القانونية من خلال محامين واعتراضات تقدموا بها للمحاكم الإسرائيلية، ولم يبقى أمامهم سوى إلقاء الحرم الديني على كل من يستمر بالمشروع ولا يفسخ عقده مع الشركة. ومن المقرر أن ينظم الأهالي اعتصاما يوم السبت المقبل، وهو يوم تسليم الأراضي للشركة. فمشروع مزارع الرياح من أضخم المشاريع التي تقام في الجولان خلال نصف قرن، حيث يغطي آلاف الدونمات وينفذ على مرحلتين، الأولى كانت قد بدأت داخل المستوطنات قبل أشهر، والثانية ستبدأ داخل قرى الجولان العربية.